سلام حبيبتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يمكن ندري معكم وصفة فعالة لإزالة السعلة كما نقولوا احنا الكحة. نبدأ على بركة الله. المكونات اللي نحتاجهم في الوصفة تاعنا هذه، نحتاج حبة ليمون بهذا الشكل، ونحتاج قرنفل، كمية من القرنفل أو المسمار كما يسمى في بعض المناطق، وعندي سكر قندلي اللي ما يعرفوش هاي الكيس تاعو، اتمنى تكون الصورة واضحة. سكر قندلي فيه 100 غرام، السعر تاعو حوالي 8000، وعندي 2 كيسان تاع ما. نبداو على بركة الله. ناخذ حبة الليمون تاعي، نرشك فيها القرنفل بهذه الطريقة. حبة الليمون تاعي لازم تكون نظيفة و يعني مغسولة وممسوحة. بهذه الطريقة حتى نكمل الحبة كامل. دوك انا نكمل ونعاود نرجع لكم. هاي لكم حبة الليمون تاعي بعد ما رشكت فيها حبات القرنفل. خذيت كما نقولوا كسرونه، حطيت فيها حبه القارص اللي مشوك فيها القرنفل تاعي، وحطيت السكر قندلي. دوك نضيف لهم 2 كؤوس من الماء بهذه الطريقه، ونحطهم على نار نخليهم يغليو. بعد ما نشوفوه يغلي راح يصبح لنا الماء تاعنا كشغل سيرو، كي يسيرو هو خفيف. بعد ذلك يبرد نصفيوه ونحطوه في علبه زجاجيه ونتناولوه ربع 3 مرات في اليوم بعد كل وجبة. نعاود لما نحطوه على النار يغلي راح نتحصلوا على سير خفيف. نخليوه يبرد ونصفيوه، كي نصفيوه راح يولي لنا خاثر بفعل السكر، باسكو السكر يولي يجمد، يولي لنا ثقيل السير تاعنا هذاك. نشربوه وناكلوه 3 مرات في اليوم بعد كل وجبة. تفطري تاكلي، تتغدي تاكلي، تتعشي تاكلي. صدقوني هذه الوصفه مجربه وفعاله. انا ما تخطينيش، خاصه لما نصابوا في العايه في الدار بالسعله هذيك، هذه هي الوصفه اللي نستعملوها. صدقوني نتمنى تجربوها وتعطوني ارائكم عليها. وفي الاخر الى اللقاء الى الملتقى، واذا كان فادتكم ادعوا لي دعوه خير.